بابا نويل يجي مصر. الهدية اللي كلها اللي معاك. انا اعرف انت اللي جايبك، انا مش عارف انت اللي جايبك. احنا مصر، احنا في مصر مش في امريكا. اللي جابني البلد دي يا ابني، اللي جابني البلد دي. ماشي، انت عايز حاجة؟ انا رايح بلدي. بابا نويل، انت مفكر دخول الحمام زي خروجه؟ لا، انت هتجيب لي هدية. ماشي يا حبيبي، اجيب لك هدية وتسيبني امشي، بس تجيب لي هدية. اتفق. خد يا حبيبي الهدية. بوكسر، خد. هلا، خد خد. ايه يا عم، انت عايز ده تاني؟ انت كان نفسك في بوكسر؟ ايه يا عم، احنا هنهزر؟ هنهزر ولا ايه؟ انت اللي عايزه، انا ماليش دعوة. بس انا كنت تجيب لي اي حاجة بس غير البوكسر. ما نعمل ايه، مفيش الا في مصر الا بوكسرات. والله عندك حق. ماشي يا حبيبي، عايز حاجة؟ شكرا. جماعة شوفوا الفيديو اللي انا عامله عن بابا نويل اللي يجي في مصر، وخشوا فوق اشتركوا في القناة. الهدية اللي كلها اللي معاك. انا اعرف انت اللي جايبك، انا مش عارف انت اللي جايبك. احنا مصر، احنا في مصر مش في امريكا. اللي جابني البلد دي يا ابني، اللي جابني البلد دي. ماشي، انت عايز حاجة؟ راح بلدي. والله نويل، انت مفكر دخول الحمام زي خروجه؟ لا، انت هتجيب لي هدية. ماشي يا حبيبي، اجيب لك هدية وتسيبني امشي، بس تجيب لي هدية. اتفق. خد يا حبيبي الهدية. بوكسر، خد. هلا، خد خد. ايه يا عم، انت عايز ده تاني؟ انت كان نفسك في بوكسر؟ ايه يا عم، احنا هنهزر؟ هنهزر ولا ايه؟ انت اللي عايزه، انا ماليش دعوة. بس انا كنت تجيب لي اي حاجة بس غير البوكسر. ما نعمل ايه، مفيش الا في مصر الا بوكسرات. والله عندك حق. ماشي يا حبيبي، عايز حاجة؟ شكرا. جماعة شوفوا الفيديو اللي انا عامله عن بابا نويل اللي يجي في مصر، وخشوا فوق اشتركوا في القناة.